شحال من الناس جات قدمت وسجات وولات مغنية وتتكلم شطحوا لها البعض كي غنات وقالوا هذا فن متقدم دار الحال والناس كلها مات كي ولاو يسغاو لبعيد من حق الإنسان ينخلع كي ولا الفار ياكل السبع كلا منه حتى شبع والقانون يشوف شوف العقرة شوف هذه عليه ما هذه على الفنانين هذوك القانون وضحى فيه الخداع غلبوا عليه صحاب الطمع ومن يهدر الصح ينشبع يشوف كل ملفوف شوف العقرة شوف شريتو براوي بيهم خلعتو وتزوقوهم بالنام خايد عن دراسة قلت لك لازم نحكو على حاجات اخرين اللي ربما ما سمعتمش من عند ناس اخرين الاستاذ والله ما بغيت نكثر لا 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 تفضل هيا لا لا بس هيا غادي نسمحوا الحال انا شوف انا قلت على بزاف اغاني هذو اللي سرقوا الكلام انا قلت حكم وعبر شوف حكم وعبر قلت لهم شحال من ناس تقدمت وسجات وولات مغنية وتتكلم شطحوا لها البعض كي غنات وقالوا هذا فن متقدم دار الحال والناس كلها مات كي ولاو يسغاو لبعيب مثل الزهواني وبوشنات الحسني ونصرو جبلتهم المرساوي وفتحي والشباطات الشباطي هذو الناس الكل تعرفهم يخونوا الكلام غير من الكاسات والمخلوع يسمعهم غنوا من كلامي شحال بيات وما قالوش شكون مناهم واش من ثقافه اللي ما بقات كي ما كانش اللي راقبهم عايشين غير بالزهور واللهفات ومازال ما عرفتوش معناهم يا الشعب النايم كل يوم تقراو الخش جديد راكم ما شبعتوش من التخراف كلام فارغ ما فيه واش يفيد لو جا كلام موجود ما ينعرف هذا هو الصح بالتاكيد والسد ما عمروش بالغراب ودرنا اسمعهم مشرحين بعيد يجي نهار وين يسكت وتكتب وترجع الصيد الناس الصيد هذا هو الصح يا عراف جميع الخاين ما يعيش سعيد يمشي حتى يتافي من داف يا يجري وين يحكي من بليد ومن جاف يدين طبعه من كام نوري له بلادي اشتربات كي طعنوا بحر نغرقهم ثعالم جات للفخ وتعدات ما كانوش عاجبين يقبضهم غادي نزيد لصحابهم تنهات بالكلام الموزون نقتلهم واذا كانوا رجال مش بنات يردوا لي بالمثل نشكرهم اذا كان شفتوني غنيت على كاش فنان اذا كان شفتوني غنيت على كاش فنان هذا 8 تاع وهر قلال ربع لك 80 لكن شفتو كاش فنان غنيت عليه وعايرته ورد لي يقولوا لي وراه وراه ما كانش قدر ما يقدرش يرد لي بارك الله فيك استاذ ما يقدرش يرد لي هادو اللي راه ضربك حاجه كبيره انا اللي ما سرقني ما دار بيا ما بدا لي كلمه خالد راه خالد الله يذكره الله خير والله ينصرو خالد وما ذوك الفنانين تاع تاوال اللي راهو في الماريكان وذوك هذوك والو هذوك والو والو بذوك الناس اللي راكم تسمعوا فيهم ما منهم والو الاستاذ اسمح لي نقاطعك في هذه اللحظه الاستاذ احنا سمعنا بعض الشيوخ من مثالكم الشيوخ البدوي العصري المالو يقول قصيده كامله اول الشيوخ نتاع الان يقول لك انا سمعت واحد القصيده استاذ اسمح لي كلام كبير استسمح الاخوه الحاضرين معنا سمعت واحد الاغنيه فيها 52 كلمه معاوده
وهذو الناس اللي راني نقول عليهم اللي سمعتهم قال لي سمعت اللي كنت سمع فيهم راهم كاع عندي جوج من تاعهم 6 شهور ما يقف التنفيذ 6 شهور كل واحد وعطوني في ديك الساعة 20 مليون للعبد فهمت ومن ثم كالم والو كلمة ما زادت والو ما كاش اللي ضرب الخياطة من ديك الساعة لا بصح أستاذ الكريم أنت دير صوالحي شاورني ودير يرحم والدي شاورني نعطيك الترجيح وخدم راك الله يسهل عليك هذاك عز الدين وليد بلادي هذاك أنا ما نعرفه ما يعرفني شربت الله يرحمه ويسهل الدين أنا شربت معاه قهوة في حياتي وكل علي الله ربي دلعك شربت معاه قهوة في حياتي بغيت نعطي واحد القصيدة على بوتفليقة قلتهم عليه في ذاك الوقت وقلت عليه الصح أنا قلت عليه غير الصح على بوتفليقة وأنا ما غنيتش على رئيس ربي يرحمه إن شاء الله ربي يرحمه ربي ربي على كل حال يتصرف وراه عارف ربي راه عارف فهمت أنا ما غنيتش على رئيس في حياته ما عدا بوتفليقة ما عدا بوتفليقة والقذافي رحمة الله عليه والقذافي القذافي رجل 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 القذافي رجل الله يجعله بيحمه ويسعده أنا بكري كنت نعشق في عبد الكريم قاسم راني مسمي عليه وليدي رئيس العراقي ما تسمعوش بنتو صغار صغار الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم كنت نحبه بزاف وكنت نحب عيسى مشعودي تاع صوت العرب في القاهرة ونحب جمال عبد الناصر دول نسمع لهم قا ولادي نحب جمال عبد الناصر القذافي قلت عليه رحمه الله رحمه الله الله يرحمه ويستر عليه هالرجالة حنا قتلوا قار رجالوا ربا يجيدوا يكملوا اللي باقي حنا هنا يحبوا غير الجياح فهمت؟ أنا كاين أحبابي في الجيش أحبابي كبار بصح أنا ما نمد لهم شيدي ولا نركع أنا أخويا اللي تحبني على واش عطاني الله أنا ليك تحبني باش نحبك على واش انت عطاك الله دبر راسك الله ينورك شيخ انا تحبني يحبني على واش عطاني الله وانا اللي نحبك ما نحبكش على واش راك انت لابس انا نحبك على شخصك ما نحبكش على اقرادك انا كي نحب الرجال نحبهم على لا واش عنده الضمير الضمير انا ما نحبش انا هذوك اللي يركعوا انا ما نركعش انا ولدي كان شفت نهار شتوني عرضوني للحفله ولا لا ما يعرضوا غير الناس المكسرين اللي فارضين ارواحهم اسمع من فهمك انت انا كون ماشي انت ومحمد وأمير وجماعة والمولاي ياسين وبخاري بخاري والبخاري 20 مليار والله ما نجي بارك الله فيك إن شاء الله بارك الله والله قسمي ويعطوني 20 مليار ما نروحش أنا عند هذوك اللي بيرخصوني هنا ما نروحش شوف نروح عند الرجال أستاذي الكريم أنا جيت دردوشت على الحصص الوالد الله يرحمه الله يرحمه جيت عندكم للدار عند الحاجة جيت للشيخ الحبيب بوسكي جيت عندكم للدار جيت عندهم للدار الشيخ والله إلا تكلموا عليك كاع تكلموا عليك بزاف كان حبيب الشيخ بالخياطي وكان يجي أخويا بس والله إلا تكلموا عليك أخويا الحاج وا أيوا السادة أعزائي النظراء الكرام معنا الآن نوجه الكلمة إلى الأخ يعني اللي هو بجانب يتكلمنا شوية على الشيخ الحبيب نستسمح الأستاذ بالخياطي تفضل
بسم الله، السلام عليكم. والحمد لله رب العالمين، والله يرحم الشيخ الحبيب اللي خلى الخليفة، ومرحبا بكم، ومرحبا بالشيخ محمد بالخيات اللي وصلنا وجماعة كاملين، والله ينصر الجزائر، والله ينصر صحاب بوسكي، والله يرحم الشهداء جميعا. وشيخ محمد جيتونا بخير وتروحوا بخير إن شاء الله. إن شاء الله بربي، إن شاء الله والله يخليكم لنا، والله يخلينا لكم، والله ينصر كاع المسلمين تاعنا، والله يرحم كاع الشهداء. أمين، بارك الله فيك. وصحاب الخارج يروحوا بخير ويجوا بخير إن شاء الله. إن شاء الله كاع توعنا كاع جميع. إن شاء الله بربي. رجال الأخبار هذو هذه هي كثر خيركم. أمين. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بهذه الكلمة الطيبة اللي الأخ بالهاشمي وين متولتي معنا السادة العالية أسماؤهم بفضل الأستاذ الكبير اللي كان أنا ذاك دائما نعود هذه العبارة، يدعى فريد العطرش الجزائري، وين أنا كنت صغير وحضرت الأستاذ والحمد لله، وين يعني وهب لي الله تعالى، وين تلاقيت بالاستاذ وراني يعني مجمع مع الاستاذ بحضور اخويا محمد هنا والاخوه اللي حاضرين معنا. قبل ما نختتم اللقاء نتاعنا اليوم بودي ان اتكلم للاخوه المشاهدين اللي يتبعوا القناه، قناه بن عبد القادر عبد القادر. اولا وبادئا ببدء اهنئ أستاذي الكريم لحضوره في هذه بمنزل هذه العائلة، عائلة بن هاشمي الشريفة، وبحضور السادة اللي حاضرين معنا، كذلك الأخ محمد، كذلك أرحم على الأب نتاعي اللي هو الشيخ بن عبد القادر التواتي الشاعر، وكذلك أوجه شكري للإخوة اللي كانوا دائما يكلموني على الشيخ محمد بالخياطي، الأخ المغربي بن عامر اللي قلت لي بنشوف بالخياطي، ها هو الاستاذ الشيخ بالخياطي راه معايا، وكذلك الاخ اللي تكلم لي دائما يكلم لي من مونريال ب كندا يتكلم لي، والاخت اللي كنت ذكرت اسمك الاخت فاتحه، انت قلتي لي قول اسمي استاذ هو لحدايا، والاخت اللي الاصل نتاعها من مازونه وكلمتني من فاري، والاخ محمد مصطيف، والاسماء يعني الاسماء عديده وعديده جدا. قبل ما نختتم اللقاء نتاعنا وبهذه الجنينه نخلو الكلمه للاستاذ الفاضل يقول لنا كلمه اخيره. تفضل استاذ، قلنا الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره اللي نقولها لخوتي، ان الناس هذو اللي ذكرت اسماءهم ضرب في القصيده اللي فاتت عندي عليهم احكام، لو كان ما عنديش عليهم احكام غادي يطلبوني في الشرع. تالي تذكر انت فلان وفلان، ذكرتهم وبالفعل نذكرهم ونزيد نذكرهم دائما دائما نذكرهم. دحمان الحراش ربي يرحمه، سمحت له على كل حال. خليه الطريق المريب خليه تفوت. انا هذيك بختم مريب، هذا جبت له 6 شهور ما يقف التنفيذ و20 مليون خطيه، وست شهور بعيقة في التنفيذ، يعني تاع حبس ما خدملوش، وبديت من عنده والو وسمحت له الله يرحمه. شيخ انت الاستاذ يعني مسامح سامح. انت مسامح. هذا عز الدين شربت معاه قهوه في حياتي وكله لي الله. الله يرحمه. ما نعرفه ولا يعرفني، هو يحبني بزاف ويقول كلماتي، وشاهو ذاك الزوق تاع دراري الصغار. الزوق يقول كلمات بلا ما جال ما يقولش مولاهم هذو شكون. لا استاذ انا يقول مولاهم شكون، معليش انا قلت قصيده تاع تاع فاري يكبس. من حق الانسان ينخلع كي ولا الفار ياكل السبع، كلا منه حتى شبع والقانون يشوف، شوف العقرة شوف، هذه عليه ما هذه على الفنانين هذوك. القانون وضحى فيه الخداع، غلبوا عليه صحاب الطمع، ومن يهدر الصح ينشبع، يشوف كل ملفوف شوف العقرة شوف. سرقوا لنا من كلامنا وما دارولناش حسابنا، كل شرع معروف شوف العقرة شوف. هو وكب طويلة، هذه طويلة ما نشرب.
الشهوة هو رجع واحد القاضي في بلادنا يسني بلا ما يشوف شوف الحقرة شوف واحد المين ما هوش من بلادنا كذا كذا شوف الحقرة ويذكرني في الداخل باب ما ندير والو يذكرني في الداخل باب باب ما نطلبوش انا كنت في الحبسي ذاك الوقت ويقول هو معنا هو زعما باش يسلك الله يسمح له مسكين يسمح له بكلش ما يسمح له المخلوق هو يقولوا وتعدوا على شيخنا وهذا رمز بلادنا مين هم ما تقولش هذه الكلمات ما تعيلش الناس باسمي انا انا ما مطلوب بالك بنت مسكينه لا 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 كون عينو كون عينو كون صافا كيما سكت انا هذيك انا كنت نعاير بهم هما بصح الاستاذ وجب طبيب الفملي انت طبيب الاستاذ بصح الطبيب هذا كي يبغي يدير شك الانسان لازم حتى يجيبوا له اوردونونس باللي ديك التشكه جالي بارك الله فيك استاذ هذاك فهم اللي احنا ما لموش الله يجعل ربي يرحمه الدر بلي هذاك ولا نقول ماشي يجيب له واحد تشكه من طرف تاع السم يقول له ديرها لي ديرها له لا حتى يجيب له الاوردونونس ويعطى له يقول له اعمل لي هذا التشكه ديرها له هذاك مسموح له بارك الله فيك استاذ فهمت ولا لا مسموح له بصح الانسان لازم كي يقول كلمه يكون عاقل ورزين ما يطلق حتى يخمم الشيخ المعنى العربي يقول ميز الكلام خير ما قوالو هذا مش معنى عربي لا لا هذا معنى يقول معنى عربي لا قول والحديث يقول تفضل قول الحديث يقول الحديث البدوي البدوي بارك الله فيك لا 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 العربية ما تنقلش لا مش نعنو الشيخ الأستاذ مش نعنو بكلمة العربية نعنى كما احنا العروبي العروبية تاع برا والبدو راحت فينا بالكلمة تاع المعنى العربي هي المعنى العرب تاع البدو ايه أستاذ الكريم نستسمحك بارك الله فيك أستاذ جانا يعني كان في زيارة كان يعني في المنزل وصل لهذه المدينة المدينة الشيخ محمد بوسكي وجه تحية لعبد الرزاق وجه تحية لأبناء الشيخ بالهاشمي الحبيب رحمة الله عليه وكذلك الشيخ المشروط والإخوة اللي حاضرين معنا ياسين وأمين وحكيم يعني كان سبق لي وين درت زوج تاع يعني الحصص معاهم الاستاذ صوري هذوك الاولاد اللي يبقاو تاريخ مع الشيخ دائما اعزائي النظره الكرام والله الى الحديث مع الاستاذ 4 أيام ما نكملوش تفضل استاذ وبنقول لكم حاجه واحده ما سمعتوهاش مني تفضل خلت البلاد اخبار كيف
كيفاش نسيتو ولا برايا وتعاندو في لاجوناس اللي ما يعرفكمش يحسب قريتو ريسانكم وجدوري خصهم التقصر